طلبة الطب، أنا تكلمت على هذا الموضوع هذا الأسبوع الماضي. الموضوع الآن من ناحية المسطرية هو موجود لدى مؤسسة الوسيط، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نتحدث في هذا الموضوع. حتى قلنا السيد مؤسسة الوسيط الرأي ديالها في الموضوع، هي الآن في إطار تسوية. سيد الوسيط يقوم بالاستماع لممثلي الطلبة، يستمع إلى الحكومة. منين يخرج القرار ديال مؤسسة الوسيط آنذاك يمكن أن نتحدث من جديد ونبدأ بالرأي ديالنا حول هذا الموضوع. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.